حوالي 27 متر. هل تفعل؟ لا، جبيبة الصورة بيده، الكرة ثابتة، الحق على الكرة وضع من هناك تلعب. هل سيسدد من هذه المسافة؟ ناتج في حدود هذه الدقيقة 13. أحمد قاسمي ماذا فعل بهذه الكرة العالية المتجهة مباشرة إلى المكان الذي يريده؟ هل سجلها قاسمي أم سجلها المدافع كوراتي؟ هاي التوزيعة، هاي كيف صعد قاسمي وكيف صعد كوراتي. الكرة في الشباك، هدف أول، هدف أول من قاسمي أحمد الهداف والقناص، يفتتح باب التسجيل ويمنح الأفضلية لفريقه في مباراة كانت تبدو متزنة. سعيد بوطالب من كرتين، الأولى الثابتة، تغيير الجناح ثم نظن ارتقاء جيد. سيدي علي ينتظر الكرة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة ممتازة، هاي كرة هدف ظاهرية هذه الكرة، والتدخل من أحمد قاسمي الذي عاد تعود مرة ثانية. هل سيسدد من هذه المسافة عالية؟ الكرة للشبيبة تلعب في العمق، هاي جميلة، هاي ممتازة، هاي التسديدة. كرة أخرى، هل ضاعت أم أنه الهدف الثاني؟ لا.